بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، شوطنا العاشر ينطلق وتنطلق الآمال هنا مع هذه الأسامي الجميلة واللامعة هنا في هذا الشوط. بنقول المركز الأول هناك اللي طارت بالمركز الأول مواري عبد الله بن محمد الغويص السويدي، بينما اللي في المركز الثاني راهي راشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي شعار عنيدة، والفائزة سالم بن خلفان بالعرين الشتبي تأتي على ثالث المراكز. المركز الرابع الجزيرة السيد عبد الله بن سعيد محمد بن زاهرة الأخيلي، وفي المركز الخامس هناك شعار بن واس مطار بن علي أبو نواس أيضا بنتعرف على هذا الشعار، بينما اللي في المركز السادس هنا من تأتينا دانا حميد بن سيف بن حميدان من يقدم الدانا على المركز السادس. وفي المركز السابع هناك الطليلية مطار بن سعيد بن حلوة. ثامنا من تأتي في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة، هناك الطيارة الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. وفي المركز التاسع هناك سمحة المبارك بن خاتم بن محمد الشامسي. وفي المركز العاشر اليذابة علي بن ضاعم بن سعيد المسافري. هكذا أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للمشاركين للمتابعين. يا سلام، شعار عنيدة، شعار عنيدة حط على ظهر راهية أيضا تبغى النقطة الثانية لراشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، بينما اللي في المركز الثاني هناك اللي في المركز الثاني تأتينا دانة حميد بن سيف بن حميدان. وفي المركز الثالث مواري عبد الله بن محمد الغويص. المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك شعار مطرب سعيد بن حلوة مع الطليلية. وفي المركز الخامس ما شاء الله هذا الاسم الجميل والبارع، خامس المراكز هناك لعبيد بن مطرب بن علي أبو نواس أيضا من يقدم ربشة. هكذا مستمعينا جمهورنا الكريم نتواصل من جديد وإلى الجديد، دائما نتواصل والدانة على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة هذا الشوط وصامدة على المركز الأول، ونتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس للجميع. نتواصل مع الطليلية، نتواصل مع المركز الأول، نعود من جديد إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول مطار بن سعيد بن حلوة، بينما هناك من تأتي ثانيا راهية راشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. السلام يا دانا، تأتي ثاني مراكز حميد بن سيف بن حميدان على المركز الثالث، وهو المركز الرابع مواري السيد عبد الله بن محمد الغويس. وفي المركز الخامس هناك من تأتي في هذه اللحظة الطيار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. الطليلية مسيطرة وصامدة على المركز الأول، الطليلية تبحث عن نقطة في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح المميز هنا من أرضية هذا الميدان. مطار بن سعيد بن حلوة من مالكها
وامرها مواري هناك اللي جاوزت للسيد عبد الله بن محمد الغويس ايضا هنا مع هذا الانطلاق الجميل هذا. الله يا مواري، الله يا مواري، الله يا مواري، ولكن راهية غيرت على الصدارة وسيطرت على مقدمة الشوط السيد راشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي محاربي هذا الشوط. سلام للمرة الثانية تقريبا على التوالي، هاي لحظة صورة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني للسيد عبد الله بن محمد الأغويص، المركز الثالث لدكتور سعيد بن سالم الشيخ، المركز الرابع طلب سعيد بن حلو، المركز الخامس السيد حميد بن سيف بن حميدان 6 13 34 جزمة الثانية تالينا والناموس.